الإقبال ممتاز جدا على الجناح اليمني باعتبار الندرة في العدد المشاركين، وباعتبار أيضا ندرة الكتاب اليمني المعروض في المعرض، أيضا باعتبار أن هناك جالية يمنية كبيرة في مصر عموما وفي القاهرة خصوصا تأتي لتفخر بوجود عدد من المؤلفات والكتاب، وتطلع أيضا على الإصدارات الصادرة في اليمن خلال العام، يعني خلال العام كامل من المعرض إلى المعرض. أيضا نعم لندرة المعارض اليمنية عموما، حيث أن الداخل اليمني لا يحتوي على معارض طوال السنوات الماضية، فهناك جامعات وهناك جهات تحتاج إلى الكتاب اليمني أيضا حتى من داخل اليمن نفسها، فتأتي للمشاركة بالمعرض من أجل الاطلاع على الكتاب العربي وأيضا الاطلاع على أحدث الإصدارات. هذا العام أم العام الماضي يعني حققت دور النشر اليمنية يعني تميزا من وجهة نظرك، سواء من حيث إقبال الناشرين والمؤلفين على طباعة أعمالهم في هذه الدور أو القراء على ما يعني تم طباعته من قبلكم؟ طبعا هناك اقبال جيد على الكتاب اليمني، باعتبار ايضا قلت لكم ان هناك ايضا مكتبات عالميه ومكتبات لجامعات وجهات تبحث عن الكتاب اليمني، فلا تجد الكتاب اليمني متوفر في الاسواق، فما تسويق الكتاب اليمني لا يتم الا عبر معارض الكتاب. أتحدث هنا أيضا عن نعم أمهات الكتب وأيضا الكتب الذي لها يعني صيت وحضور تاريخي، هل ما زالت موجودة وتتربع على رفوف هذه المعارض أم أنكم تكتفون فقط بتقديم ما تم طباعته مؤخرا؟ غالبا يكون الطلب على الكتاب لدى الجامعات والمكتبات الكبرى يبحثون عن أحدث الإصدارات، نعم لكن أيضا يبقى طلب الكتب الأساسية للجمهور والقارئ عامة يبقى مستمرا، يعني بمعنى أن هناك مثلا كتب لكتاب كبار مثل الدكتور المقالح والشاعر عبد الله البرادوني وكتب الإكلي للهمداني وكتب الأنساب وكتب المراجع المعروفة، يبقى الطلب عليها مستمرا. نعم كتاب صفة جزيرة العرب مستمر في الطلب على مدى سنين رغم أنه قد طبع منذ أكثر من 30 سنة، لكن طلبه ما زال موجود. وكذلك بعض الكتب المشهورة أمثال كتب الشوكاني والصنعاني جميل وعدد من العباقرة والعلماء اليمن الكبار، بالإضافة إلى كتب التاريخ اليمني التي هي مرجع لأكثر العالم العربي، حيث أن أغلب الكتب اليمنية القديمة تعتبر هي مراجع في الأساس، خاصة الكتب التي قد ألفت منذ 600 سنة أو 500 سنة، أشكرك. بالإضافة إلى التحقيقات الجديدة.